ايكو عاملين ايه؟ هو منصة استثمار جديدة واول يوم عمل ليها النهاردة من منصات الاجل الطويل، هنبدأ في شرحها بس يا ريت الجميع يركز معانا لكل كلمة وكل تفصيل. بس قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. من هنا هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، تضغط عليه يفتح لك الواجهة دي، بتختار اللغة وبتختار الطريقة اللي هنسجل بيها بالهاتف او البريد الالكتروني، وبتعمل بتحط هنا بريدك الالكتروني او رقم الهاتف، وبتحط كلمة مرور للحساب وبتأكدها مرة تانية. بنطلع بقى لفوق نكمل باقي معلومات التسجيل. هنبدأ من أول كلمة المرور الأمن اللي هي خاصة بالسحب، يفضل تعملها نفس كلمة تسجيل مرور للحساب وتأكدها مرة تانية. هسيب لك إيه كود الدعوة موجود في الوصف أسفل الفيديو، لو ما لقيتوش في الوصف هتلاقيه في التعليق المثبت، وبعدين بتضغط على يسجل. بعد كده هيوجهك مباشرة إلى المنصة، لو موجهكش بتعمل تسجيل طبيعي بالدخول بالإيميل اللي أنت حطيته ورقم الهاتف وكلمة المرور. بعد ما بتسجل دخول المنصة تفتح معانا بالواجهة دي، بتديك شرح كامل عن المكافآت وعن أسعار المستويات الـ VIP اللي احنا هنشتغل عليها زي ما انتوا شايفين، ورابط خدمة العملاء لو حابب تتواصل معاها. طبعا احنا بنضغط على اكلوك. اول حاجة المنصة هتديك لفة مجانية، المبلغ ده بيكون قابل ان انت تكمل عليه، وبتركب تضغط على انكر للرسم زي ما انتوا شايفين كده، وهيبدأ ان هو ممكن يطلع لك مبلغ ان انت تركب تلقائي. طبعا طلع لنا $1 احنا بنكمل عليه، لكن انا عملت قبل ما اعمل حبيت اصورها لكم، انا عملت ايداع قبل ما اعمل النشاط بتاع عجلة الحظ. طبعا احنا دي الواجهة الخاصة بالمنصة، منصة الواجهة الخاصة بيها سهلة جدا زي ما انتم شايفين، وفيها تقدر ان انت تحمل تطبيق ملف APK وتثبته الاندرويد والهاتف. ده الملف الشخصي للمنصة تقدر تقراه، والمنصة منصة تداول كمي في العملات الرقمية. طبعا كل المنصات شغالة دلوقتي بمنصات التداول الكمي. طبعا احنا هنبدأ نشوف في المنصة، عندنا في المنصة هنا نضغط على يستثمر عشان نشوف الخطط الاستثمار. طبعا دي دورات الاستثمار الخاصة بالمنصة زي ما انتم شايفين، دورات لمدة ايام معينة. طبعا عندنا دورة هنا ممكن بتبدأ من $100 اقل حاجة، بتكون النسبة فيها 20% وبتكون لمدة 30 يوم. عندنا مستويات زي ما انتم شايفين، كل مستوى ومبلغ اعلى. طبعا المستويات بتكون لمدة 30 يوم، وكل مستوى وليه سعر معين. وليكن المستوى الأول ده ب$100، بيكون المستوى بتحط $100 لو في حسابك $100. وطبعا هنا بيحسب لك بعد ما بتخلص بيقول لك $100 هتبقى $600 خلال 30 يوم زي ما انتوا شايفين كده. بنرجع للخلف، طبعا احنا ده في الاستثمار الذكي. طبعا احنا هنشتغل على التحديد الكمي اللي هو الخطط اليومية والسحب اليومي اللي انا بفضلها. طبعا انا مرقي الـ VIP 1 زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. طبعا مرقي هو المستوى الاول باقل ايداع بيكون $15، وبيكون الربح اليومي حوالي 15% والى 15.5%. عندنا المستوى الثاني اللي بيبدا معانا من $100 وبيكون الربح بتاعه حوالي 17%. عندنا المستوى الثالث بيكون الربح بتاعه بيبدا من $300 وبيكون حوالي 19%. طبعا عندنا هنا المستوى الرابع بيكون حوالي 21% زي ما انتم شايفين، وبيبدأ من مبلغ $600. وعندنا مستويات اعلى تقدر ان انت تشتغل على المستوى اللي يريحك زي ما انتم شايفين لحد المستوى الاعلى. طبعا انا مرقي المستوى الاول بيدا $10. طبعا احنا عشان نشتغل على المنصة ممكن نضغط على الصفحة الرئيسية عشان نضغط على تعبئة الرصيد من هنا، او ممكن هتلاقي خانة برضو تعبئة الرصيد في الملف الشخصي من هنا، بنضغط عليها زي ما انتم شايفين كده، وبنبدأ ان احنا نختار. ممكن تودعوا بالTRX، الناس اللي بتحب توفر رسوم السحب من المحفظة او الايداع من المحفظة للمنصة بيكون الرسوم 1 TRX زي ما احنا عارفين عملة الترون. طبعا USDT TRC20 الطريقة المعتادة، بناخد العنوان نسخ زي ما انتم شايفين كده، وبنروح على المحفظة بتاعتنا وبتأكد ان احنا عملنا عملية الايداع، وبنرجع المنصة مرة تانية هنا وبنضغط على اكتملت اعادة الشحن. من 1 إلى 3 دقايق، ما بياخدش 3 دقايق، وبيلاقي اقل حاجة دقيقة، وبيكون المبلغ سمع معاك في المنصة زي ما انتم شايفين كده. انا عملت ايداع $15، والمبلغ اللي احنا اللي خدناه في عجلة الحظ بقي معانا $16. طبعا انت بتضغط بعد كده اول ما بيظهر معاك المبلغ بتضغط على تحديد الكمية، وبتبدأ ان انت تضغط على انكر للفتح. اول ما بتضغط على انكر للفتح كده وبتضغط على يتأكد، وبيتفتح المستوى معاك تلقائي. ليكن هترقي المستوى الاول او المستوى الثاني او المستوى اللي انت حابب تشتغل عليه.
بيتفتح معاك المستوى، بتلاقي هنا الوقت الخاص بالمهمة. طبعا عندنا مهمتين، احنا زي ما احنا شايفين كل اللي احنا نعمله بنضغط على ابدأ بالتحديد الكم. طبعا هو هنا بيعمل قياس كمي زي ما انتوا شايفين كده، واول ما يخلص هيطلع لنا كل مهمة والربح الخاص بيها. طبعا يطلع لنا كل مهمة زي ما انتوا شايفين، عندنا مهمتين زي ما انتوا شايفين، طلع لنا $1.23 في المهمة الاولى او في النقرة الاولى. طبعا هيعمل النقرة التانية، واحنا هنسحب المبلغ اللي بيطلع لنا في الارباح كل يوم زي ما انتوا شايفين. اول ما يقول لك اكتملت العملية وانتهت هنا هتلاقيها كده، هيقول لنا كده طلع لنا الربح الخاص بتاعنا. بنضغط على الملف الشخصي، ولما بنضغط عليه بنلاقي المبلغ المتاح للسحب اللي هو $2.46 اللي هو الايرادات اليومية. طبعا زي ما قلنا مبلغ عجلة الحظ ما بيسحبش، بتقدر ان انت تكمل عليه وتركي. طبعا انت تستفيد بالحتة دياتي قبل ما بتعمل ايداع بتاع عجلة الحظ. طبعا احنا دلوقتي هنعمل سحب مباشرة بعد ما عملنا ايداع وعملنا المهمة. طبعا المبلغ القابل للسحب اهو بنحطه، وبنحط عنوان محفظة الـTRC20 USDT وكلمة المرور، وبعدين بنضغط على يتأكد وسحبنا المبلغ ده. هيقول لنا سحب ناجح زي ما انتم شايفين، وهيتصفر معانا مبلغ السحب اللي هو الايراد اليومي اللي احنا سحبناه ده $2.46 زي ما انتم شايفين كده. بنضغط على سجل الانسحاب وهنلاقيه بتاريخ اليوم، تاريخ عمل المنصة 21/9/2024، سحبنا الساعة 10:52 بالظبط. هنستلم $2.46 على المحفظة. هجيب لكم المبلغ وهو قيد الايداع، ولسه بنفتح المحفظة مع بعض زي ما انتم شايفين. المبلغ جالنا $2.46 قيد المعالجة، لسه بيدخل المحفظة. جاتنا رسالة التأكيد ان المبلغ دخل معنا المحفظة بنجاح زي ما انتم شايفين، $2.46 بتاريخ اليوم 21/9/2024. وصلنا 52 دقيقة و46 ثانية، يعني خد 46 ثانية، يعني اقل من دقيقة بيوصل السحب بنجاح على المحفظة بدون اي مشاكل زي ما انتم شايفين كده. وصلنا المبلغ $2.46 بنجاح من منصة جي تي سي، أول يوم عمل لها النهاردة، أول منصة من منصات الكويسة جدا، منصات الأجل الطويل زي ما انتم شايفين. تقرأ الإعلان الخاص بالشركة، طبعا لو حابب ان انت تعمل فريق بتضغط على دعوة الأصدقاء، وبتاخد رابط الإحالة الخاص بيك من هنا، رمز الدعوة ورابط الإحالة الخاص بيك اللي بيكون موجود هنا، وده كود الدعوة برضو تقدر. وطبعا عندك مكافآت الكسب من الإحالة، المستوى الأول 10%، المستوى الثاني 2%، والمستوى الثالث بيكون 1% من المنصة. طبعا المنصة بتدينا إشعار برضو بعد ما يوصلك الايداع على محفظتك، بتلاقي اشعار فوق هنا جنب اللغة ان سحب ناجح وصل بتاريخ اليوم، بتديك الوقت اللي وصل فيه على المحفظة، بتديك اشعار بمبلغ السحب اللي انت سحبته وصل بنجاح على محفظتك بدون اي مشاكل من المنصة. طبعا المنصة فيها نشاطات كتيرة جدا، مكافأة التسجيل، طبعا قلنا بتاخد مكافأة عجلة الحظ زي ما قلنا عليها، زي ما انتوا شايفين بيطلع لك من $1 إلى $5000، ده بالنسبة للنشاطات. مكافأة الدعوة قلنا عليها، بتدعو الأصدقاء وبتاخد مكافآت من المنصة، وبتقدر إن أنت تستغلها ترقي بيها أو بتكون قابلة للسحب. مكافأة الشحن، لو شحنت في المنصة أزيد من $300 بتتواصل مع خدمة العملاء وبتاخد مكافأة من $18 إلى $6000 مكافأة من المنصة زي ما أنتم شايفين. منصة من منصات الأجل الطويل، مليانة أحداث ومليانة أنشطة، منصة جي تي إس، منصة جيدة جدا ومنصة كويسة جدا بالجميع استغلالها. طبعا لو حابب ان انت تتواصل مع خدمة العملاء، تقدر ان انت تتواصل مع خدمة العملاء، متاحة 24 ساعة على التليجرام، ولو في اي مشكلة واجهتك تقدر تتواصل مع. طبعا هنا هتضغط على الايقونة دي وتقدر تتواصل مع خدمة العملاء، خدمة الزبائن متاحة 24 ساعة. وده كان شرح لمنصة اليوم، منصة جي تي اس، منصة استثمار جديدة. فما تنسوش دعمنا بلايك وكومنت واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.